من الصحافة البريطانية إلى الأمريكية ونيويورك تايمز التي تقول إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ليس مقدس وسط الوزارات الأخرى. تقول صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها إن وزارة الدفاع الأمريكية ليست مقدسة بحسب وصفها، ولا يمكن مقارنة ميزانياتها بميزانيات الوزارات الأخرى بالرغم من المخاطر الحقيقية ككوريا الشمالية وروسيا والصين والإرهابيين. كما أوضحت إدارة التحرير في الافتتاحية أن الكونغرس الذي يسيطر عليه الأغلبية الجمهورية ينوي الاقتطاع من ميزانيات الصحة والأمان الاجتماعي، وذلك ضمن خطة هادفة إلى معادلة الناتج من التخفيضات الضريبية المقرر تطبيقها. وبرغم ذلك تبقى وزارة الدفاع الأمريكية مقدسة، من المقرر أن تتلقى أموالا أكثر في ميزانيتها. تبلغ هذه الميزانية التاريخية قرابة 700 مليار دولار، لكن وبحسب الصحيفة فإن البنتاغون يهدر بالفعل حوالي خمس الأموال التي يحصل عليها من دافع الضرائب الأمريكيين. تضيف أن الولايات المتحدة التي تواجه احتياجات ضرورية وتستحق الأولوية بالفعل أنفقت على الجيش مبالغ تفوق ما أنفقته مجتمعة الدول السبع التي تتبعها على قائمة الأكثر إنفاقاً.